السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة هبة سليم، أستاذ جراحة وجه وفكين جامعة عين شمس كلية طب الأسنان. كنت عاوزة أتكلم مع الجي بي دنتست على توبيك مهم جدا، وهو الـ Diagnostic Delay in Oral Cancer Cases What Dentists Should Know. في الحقيقة المشكلة بدأت لما بدأنا نشوف كتير من حالات الـ Head and Neck Cancer في القسم عندنا، وكانت diagnostic delayed for months to one year نتيجة للمس ديتكشن باي ذا جي بي دنتست، انه واحد من الاطباء الاسنان الغير متخصصين في الجراحه حتى لو في تخصصات تانية بيشوف الحاله، او ده اول حد بيفيس ذا بيشنت وما بيلفتش انتباهه، او بيقول ان حاجه عاديه، او بيديله توبيكال ميديكيشن من غير ما يعمل له فولو اب، وده بيؤدي الى تدهور في الحاله لغايه ما تتشخص وتبدا تيجي لمجزله فيشل سيرجن، وبالتالي نتائج الحالات دي ما بتكونش كويسه. ده قادنا لان احنا نعمل زي كامبين او زي محاوله للفت انتباه اطباء الاسنان الغير متخصصين لاشكال الهيد نيك كانسر اللي هم هيبقوا اول ناس يشوفوها، سواء عيان بيكمبلين منها او العيان نوت كومبليننج اوفات، لان موست اوف ذا هيد نيك كانسرز ار بينلس ليجنز في الحقيقه. فهنا دي نقطة فيري كريتيكال جدا، ان هو يبقى ايرلي ديتكتد، سواء كان نتيجة العيان جاي بيشتكي منه، او ان دكتور السنان شاف بينلس ليجن وقال له لا خلي بالك الليجن دي مخيفة الى حد ما، ولازم ان احنا نبدا نعمل لها انفستيجيشن. برضو علشان نكون اورينتد بالفكرة بتاعت الكامبين، في الحقيقة في السنين اللي جاية هيكون في مصر تطوير لعملية التعليم في الكليات الطبية كلها، including الميديسن والدنتال والفارماسي، حاجة بنسميها competency based medicine، أو طب الأسنان، أو طب الأسنان القائم على تقييم أداء الخريج، مش بس النمر والدرجات بتاعة الخريج. فهنا هيبقى في تغيير قوي جدا، مش بس في طرق الامتحانات، كمان في طرق التدريس وفي طرق تقييم طلبة كليات طب الأسنان وكليات الطب البشري. اللي بيقود الفكرة دي انستيتيوت في فيلادلفيا أمريكا، وعامل فروع ليه في الشرق الأوسط. الفرع في الشرق الأوسط هو في جامعة عين شمس كلية الطب، والفرع ده فكرته ان هو بيدي زمالة تطوير التعليم الطبي لأعضاء التدريس في كليات الطب وطب الأسنان في الجمهورية كلها، علشان يبقوا كوبينج بطريقة التدريس الجديدة للطب وطب الأسنان، بنسميه competency based medicine. المعهد ده اسمه مينا فراي، اختصار اللي هو الميدل ايست انستيتيوت بتاع الديفلوبمنت اوف دنتال اند ميديكال اديوكيشن. واحد من الريكويرمنت ان انا ابقى فيلو للمعهد ده ان احنا نعمل مشروع مختلف في عمليه التعليم، فانا اخترت البروجكت اللي انا اعمله علشان يفيدني ويفيد في نفس الوقت اطباء الاسنان في المجال كله، هو الكانسر اويرنس كامبين، او حمله لزياده الوعي بتشخيص سرطانات الراس والرقبه، وبالتالي هن امبروف الدايجنوستيك سكيلز اوف ذا جي بي دنتست اند ذا non-surgically based specialties for early detection of these lesions through the education. First, الفكرة كانت انه يبقى physical education in our department through the continuous dental education division في الكلية، لكن في الحقيقة لقينا ان ده صعب، خصوصا مع ظروف الكوفيد لوك داون، وقررنا ان يكون some sort of online teaching instead of physical attendance through the dental Egyptian dental syndicate الويب بيج، او صفحة النقابة، او الفاسيليتيز الاونلاين فاسيليتيز بتاعت نقابة اطباء الاسنان، وبالتالي يكون approachable لكل الممبرز اوف ايجيبشن دنتال سندكت. وطبعا جزيل الشكر لنقيب اطباء الاسنان اللي سمح لنا بالابروتش دهوت. Let us start our lecture with two cases presented to our outpatient clinic in the department. And these two cases was managed before by the GP dentist
as if they are natural condition او كانوا معتبرين ان هي دي مفيش ليجن. عينين الاثنين دول راحوا لدكاترة اسنان قبل ما يوصلوا للديبارتمنت. الحالة اي ديت عبارة عن عيان عنده 55 سنة ميل بيشنت. في الحقيقة بيقول ان هو سموكر لمدة 30 سنة and he's half a smoker, وانه بدأ يحصل له ال whitely elevated painless lesion في ال posterior part of the tongue, وانه هو بدأ يخاف لان هي بقى شكلها frightening بالنسبة له, بس هي مش بتوجعه وما عندوش اي حاجة. العيان التاني the other patient is a B patient is a 60 years old male patient, وهو في الحقيقة مش سموكر خالص and have a very healthy lifestyle, وكان عنده some sort of pain and discomfort في the right side of the tongue. راح للجي بي دنتست قال له ده مجرد traumatic ulcer وهنبدأ ان احنا نبرد من السنان ونحط topical medication. القصة دي استغرقت 3 ل 6 شهور بس هو ما فيش اي تحسن حصل في الحالة, فبدأ ان هو يفكر يروح maxillofacial surgeon, one of the famous members in our department, دكتور صلاح عبد الفتاح. طبعا من eyes of maxillofacial surgeon على طول هيبقى نظرة مختلفة ورياكشن مختلف, بس خلينا نشوف السيناريو اللي مشيت بيه كل حالة من دول. وكنت عايزة كل واحد فيكم قبل حتى ما يبدأ يقول رأي يسمع السيناريو اللي هيحصل للحالة ونشوف إذا كان ده compatible مع thinking بتاعه ولا لأ. بمعنى لو أنت جالك في العيادة أنت مش جراح, جالك الحالة A والحالة B, هتفكر إزاي في الحالة أو هتقول لأ دي مش حاجة مهمة ويعني neglect the condition, ولا هتبدأ تريفير العيان ل some higher أو other speciality. Regarding العيان A, في الحقيقة بالنسبة لنا إحنا كmaxillofacial surgeon أو كmedicine oral medicine هيبقى differential diagnosis بتاع الحالة يا إما black hairy tongue يا إما pigmented leukoplakia يا إما هتبقى malignant melanoma, وده أسوأ سيناريو. وفي الحقيقة السيناريو ده ما هوش قريب أبدا, لأن malignant melanoma rapidly aggressive ما كانتش هتقعد في الحقيقة المدة اللي العيان قالها اللي هي 9 شهور موجودة الليجن, كانت هتبقى advanced عن كده. ده ما يمنعش إن إحنا عملنا فحص زي ما احنا شايفين sagittal MRI examination علشان نشوف ال level of penetration بتاع الليجن. زي ما احنا شايفين ان هي واخدة بس الميكوزة, هي مش داخلة في المصل لاير, وان هي just superficial lesion, وبالتالي وما فيش اي detectable related lymph node involvement. فكان ال provisional diagnosis is a benign condition, بس كان لازم نكونفيرم الدياجنوزس ده خصوصا مع عيان كانسر فوبك عن طريق البيوبسي. طبعا وجود الليجن في المكان ده من التنج خلاها صعب جدا ان احنا ناخد منها بيوبسي under local anesthesia, واضطرينا ندخل عيان under general anesthesia ونعمله some sort of excisional biopsy based على ان الليجن صغيرة وعلى ان احنا most probably it is a benign condition. فشلنا الليجن تماما وعملنا primary closure للتنج زي ما احنا شايفين, والتنج is a very pliable tissue ورابidly healing tissue, فسهل انه يحصل له healing في وقت قصير من غير اي مشاكل نتيجة good blood supply بتاعه. طيب خلينا نروح للحالة التانية واللي هي كلينيكالي نقدر نوصفها ان شوية irregularities في التنج مع شوية induration لو عملناها palpation بايدينا بadequate elimination and the palpation هنلاقيها a slightly indurated. Indurated يعني نشفة او hard في الconsistency بتاعها. طبعا لو اي حد من specialty based زي الoral medicine او maxillofacial surgery هيعرف على طول ان ديت most suspectly ان هي كانسر نتيجة للإنديوريشن اللي موجود, ان هي consistency بتاعها ناشف, الديوريشن بتاعتها نتيجة كمان لوجودها في السايت اوف إلكشن او اكتر مكان بتحبه السكوستر كارسينوم which is the side of the tongue. فعلى طول دخلنا عملنا incisional biopsy, كانت النتيجة ان هي squamous cell carcinoma. في الحقيقة من العينة اللي under local anesthesia عرفنا ان هي T2 يعني depth of invasion بتاعها مش اكتر من 4 ملي, وكلينيكالي والأشعاعات ما كانش فيه positive lymph node في الناك وما كانش فيه involvement للناك lymph node. هنا line of treatment هيبقى surgical excision with safety margin, هشيل الليجن كلها ب normal tissue margin all around حوالي 1 سنتي to 1.5 سنتيمتر, وفي نفس الوقت لازم نعمل neck dissection أو نشيل العقد الليمفاوية اللي في الرقبة level 1 و 2 و 3 علشان الليجن دي depth of invasion بتاعها أكثر من 2 ملي, يبقى لازم اشيل العقد الليمفاويه الاساسيه اللي التنج بيبعت لها. عملنا لها حاجه اسمها بروفيلاكتيك نيك ديسكشن, وبدانا نعمل كلوجر للنيك وذ ادكويت ووند هيلينج, والهيلينج كان كويس زي ما احنا شايفين.
النقطة بس إن العيان بعد البيوبسي طلع إن عنده positive lymph node. هنا في الحقيقة العيان البروجنوزس بتاعه decreased marvelously بحوالي نسبة 50% بروجنوزس إن هو يكمل أو إن هو يعيش، زائد إن اضطرينا إن نعمل some sort of radiotherapy بالcomplication بتاعته، وده costly ولينثي وذا lot of complication للعيان. وunfortunately العيان ده he didn't survive was died after a lot of complication نتيجة delay of diagnosis الست شهور اللي هو قاعد يتعالج فيهم عند الجي بي دنتست لغايه ما التيومر وصل للنيك ليمف نود، وبالتالي قلل كل البروجنوزز والاوتكم وزود كتير الكوست والافورت على العيان with a very poor end result. في الحقيقه انا اللي عايز اطلع بيه من الحالتين اللي فاتوا انه whatever the lesion is suspicious or not you have to investigate the lesion. لو انت junior surgeon هتقدر تاخد منها بايوبسي it's okay. لو ده مش موجود انت جي بي dentist، مجرد ان انت بعد ما سمعت المحاضرات دي او من مذاكرتك او من خبرتك حسيت ان هي suspicious lesion you have to refer for the specialist specialty based doctor زي جراحين الاورام او جراحين الراس والرقبه هدا next سورجن، ودول متاحين في اماكن كتيره في معهد الاورام في كليات طب الاسنان في اقسام الجراحه في الكثير من الاماكن. فلازم هنا هقول العيان وهريفاه. طب خلينا نتكلم على العوامل اللي بتاثر على نجاح العلاج في عيانين الهيد اند نيك كانسر. عندنا فاكتورز افكتنج البروجنوزز. الفاكتورز دي مش عشان يعني ات از نوت اوت اوف يور سكوب، بس تو بي تو هاف ا جنرال نوليدج ليها. في فاكتور تيومر فاكتور زي مكانه وحجمه والوجود عقد لمفاويه ولا لا، العيان اتعالج قبل كده ولا لا، ديبث اوف انفيجن واخد قد ايه في الانسجه ولا لا. في حاجات ليها علاقه بالمريض زي سنه والهابتس بتاعته. في حاجات ليها علاقه بالدكتور نفسه، نوع الجراحه، خد كيماوي ولا لا، اخد راديو ثيرابي ولا لا. لكن كل الفاكتورز دي في الحقيقه لقوا ان دورها قليل جدا بالنسبه للمانجمنت ديلي. يبقى اكتر حاجه هتاثر على نجاح العلاج او فشله هي سرعه اكتشاف المرض وسرعه علاجه. طيب انا بس علشان تبقوا مقتنعين تماما باهميه التشخيص المبكر لاورام الراس والرقبه بالنسبه لاحتماليات نجاح العلاج، ده احصاء اتعمل في الولايات المتحده الامريكيه على عيانين الاورال كانسر، ولقوا انه الاكتشاف المبكر في الايرلي ستيج سيجنيفيكانتلي بيزود البروجنوزز واللايف سبان وفرصه ان العيان يعيش مده اطول ويسرفايف بيتر بكتير قوي عن الليت دايجنوزز او ان انا اعالج العيان في ادفانسد ستيج. طيب هو ليه العيان لما بيبقى ليتلي دايجنوزد بيبقى فيه مشكله او الاوتكم اوف ذا تريتمنت بيبقى مش كويس؟ نتيجه لانه ببساطه الليت دايجنوزز means regional lymph node involvement او ان عمليه الخلايا السرطانيه reached the lymph nodes of the neck. واحنا عارفين ان الموست كومن كانسر اوف ذا هيد نيك هو سكوينسل كارسينوما. سكوينسل كارسينوما بتسبريد فيا ليمفاتيك للنير باي ليمفاتيك. الهيد نيك انفورشنتلي از فيري ريتش وذ ليمفاتيك سوبرفيشال اند ديب ليمفاتيكس، وبسهوله جدا وبسرعه بيبدا الورم يوصل للعقد الليمفاويه اللي في الرقبه. وانس هو وصل للعقد الليمفاويه في الرقبه زي ما اتفقنا في الحلقه قبل كده البروجنوز بيقل بنسبة 50%. طيب هل القصة دي سيفير ذات فوق ذات ماتش، او القصة موضوع كبير ويستاهل كامبين ويستاهل ان احنا نفكر فيه وندرسه ونتعلمه؟ في الحقيقة unfortunately مصر ما عندناش احصاءات واضحة لاعداد حالات الهيد نيك كانسر، لكن طبعا لو اي حد هتكلمه من معهد الاورام او من اقسام جراحة الفم والفكين الوجه والفكين في كليات طب الاسنان او حتى من جراحات الاورام في بقية كليات الطب البشري هيقول لك الموضوع significant. احنا عندنا waiting list قوية جدا بدا يجي في سن صغير، وبالتالي بدا الديسابيليتي تحصل في سن صغير والمورتاليتي في سن صغير، وده بيضر مش بس على مستوى الفرد كمان على مستوى المجتمع. ايفن في امريكا اللي هي هايلي ادفانسد او واحده من الديفلوبد كونتريز احنا عندنا 400,000 حاله جديده هيد اند نيك كانسر ان يونايتد ستيتس، هو خامس سبب للوفاه في الرجال، سابع سبب للوفاه في السيدات، 10th most common cause of death. الكارسينوما 96% سكوماس الكارسينوما and less with the sarcoma and most of them are يعني discovered في stage 2 او stage 3، وده بيقلل كتير الاوتكم. So it is serious problem. طيب لو فكرنا ليه في delayed management للهيد اند نيك كانسر، عندي ثلاث اسباب مذكوره لهذا التاخير في العلاج.
اول ليفل بنسميه ديكريزد اورنس ليفل، يعني وعي المريض بالاعراض قليل. هو بيبقى عنده سويلنج، بيبقى عنده اسيمتري، بيبقى عنده في حته قرحه في الفم، هو مش مركز معاها، مش اوير ان ذات سيريس، خصوصا الانترا اورال كافيتي او الاورال ميكوزا العيان ما بيبقاش شايفها، انلايك الاذر بورتس اوف ذا بودي زي البريست كانسر او زي مثلا سكين كانسرز، العيان بيبقى شايفه اكسبوزد لكن الاورال كافيتي هو مش شايفه، محدش بيوقف قدام المرايه ويبص. تاني حاجه هي ديفيشنت اكسس تو هيلث كير سيستم، وده في الحقيقه موجود وبقوه في الاماكن الرورال ارياز وفي القرى والنجوع البعيده، لان السبيشاليتي بتاعت الهيدا نيك كانسر او الماكسيلوفيشال سيرجري ما هياش موجوده بشكل واضح وقوي في كتير من الاماكن المحافظات، هي موجوده مينلي في القاهره والاسكندريه او المحافظات الكبيره، لكن ما هياش موجوده بقوه ان حد يقدر يكشف او يلاقي حد متخصص. واخر حاجه هي الديليد دايجنوزز، انه حتى لو وصل لحد الحد ده ما هوش كواليفايد انف انه يعرف ان ذيس از سام سورت اوف مالجنسي. طيب بدأنا ندور على يعني ايه delayed diagnosis او يعني ايه delayed management، هنقسمه لثلاث أنواع من الديلاي. وفي الحقيقة الجي بي دنتست أو نون سورجري بيز سبيشاليتي، ممكن يكون حتى اي ان تي أو جراحة عامة، هو مسؤول عن البرايمري والسكندري تايبس اوف ديلاي. البرايمري ديلاي اتس ات ذا تايم بتوين ذا ديزيز انسيدنس اند بيشنت سيكينج ميديكال كير، يعني عيان عنده الليجن بس هو ما راحش لاي ميديكال او هيلث كير وركر او ما راحش كشف عند اي دكتور، وفي الحقيقه ده سبب فيري كومن خصوصا في الليس ادوكيتد بوبوليشن. لكن ده برضو ممكن يكون للطب الطبيب الاسنان دور فيه عن طريق البيشنت ادوكيشن، لانه هو لما يشوف عيان مثلا جاله العياده عيان هاف سموكر هيحذره ان السموكينج ده هو بيعمل بري مالجنت كونديشن، لو لقى مثلا وايت ليجن يقول له فيها اي تغيير هتجيلي، هيقول له مثلا لو حسيت ببرنينج سنسيشن او تشينج في الكونسيستنسي او كده، هيبدا يعرف عيان اللي عنده previous history of cancer او عنده risk factors of cancer زي البوزيتيف فاميلي هيستوري او زي الهيفي سموكينج والالكوهوليزم، ان انت عرضه كتير لسرطانات الفم، فحضرتك لو حسيت باي حاجه هتكشف على طول. فهنا برضو يقدر دكتور السنان يساعد في تقليل البرايمري ديلاي. تاني type of the delay هو time between exposure to healthcare giver and the definitive diagnosis، يعني هو العيان راح لدكتور بس الدكتور ده ما خدش باله او ما شافش او ما فحصش كويس او مثلا استهان بالليجن او ادى medical treatment او topical treatment وما عملش follow up ان العيان اتحسن او ما اتحسنش. وهنا ده الدور الاساسي للدنتست، ان هو يشخص الحالة لما تجيله، سواء العيان جاي بيشتكي او سواء جاي لسبب تاني وهو شاف الليجن دي فبدا يحذره او يعمل له اويرنس اباوت ات. ثالث نوع من الديلي هو التوتري ديلي، هو تايم بتوين ديفينيتيف دايجنوزز اند تيومر ريسكشن، وده مسؤول عنه اساسي الهيد اند نيك كانسر سيرجن اند ماكسيلوفيشال سيرجن. طيب يبقى دلوقتي عند السلايد دي احنا بدأنا نقتنع الى حد كبير بأهمية الموضوع، بانه ذات سيريس توبيك، بانه هو لينا دور كبير في ان احنا نقلل معدلات الديلايد ديتكشن او الديلايد مانجمنت للهيدا نيك كانسر، علشان نثبت المعلومة عند الاودينس عندكم. احنا ممكن نشوف شوية examples of cases came to our outpatient clinic delayedly diagnosed with tumors، وبعض القصص اللي احنا شفناها فعلا وكنا متأثرين جدا نتيجة لان هو ده مش غلط العيان، دي كلها cases of secondary delay، ان هو راح لـ healthcare giver والhealthcare giver ده ما خدش باله ان دي ما هياش benign condition and it is a malignant condition. For example الحالة دهيت في ريدلوسنسي around the tooth، السنة دي لوحدها حواليها aggressive bone resorption، العيان بقيت سنانه كويسة جدا ما عندوش أي periodontal disease، سنة واحدة بدأت to got loose يعني grade 3 mobility وبقيت السنان كلها كويسة، السنة ما فيهاش حاجة بيريو ما فيهاش periodontitis ولا gingivitis. العيان ده فضل يتعالج على إن هو periodontal pocket و root canal treatment، unfortunately العيان ده طلع بعد كده عنده جاينت سيل تيومر، جاينت سيل تيومر مش جاينت سيل ليجن، جاينت سيل تيومر، وده من الحاجات اللي بتريسكت بسيفتي مارجن برضو.
طيب another case with recurrent bleeding وجرانيليشن تيشو ايفولفينج فروم ذا اكستراكشن سوكيت. العيان خلع تو مولرز, بدا يحصل بور هيلينج في الووند, بدا يحصل سوفت تيشو ايفولفينج فروم ذا اكستراكشن سوكيت. يعني بعد ما خلعت العيان اسبوع اسبوعين في جرانيليشن تيشو طالع من مكان الخلع, العيان بيشتكي ان هو بيبليد كتير قوي, كل ما ياكل حاجه بليدنج. العيان ده فضل يتعالج على ان هو انفكتد سوكيت وانتيبيوتيك وايريجيشن ان sort of like this. وبعد كده العيان ده طلع لما جالنا طلع سكويمس سيل كارسينوما ستيج 2. It's another case of 11 years old female كانت بتشتكي من palatal swelling, وفي الحقيقة فضلت تتعالج عند اطباء الاسنان او اطباء اسنان الاطفال على ان هو abscess. يعني انا مش عارفة ازاي بنعالج ليجن على ان هي ابسس وريليتد تيث كلهم نورمال ما فيهمش اي حاجة او ما فيش other signs and symptoms of inflammation. يعني العيانة ما كانش عندها صديد, ما كانش عندها redness ولا hotness, ما كانش عندها fever, ما كانش عندها pus oozing, ما كانش في sinus بيقوز pus مثلا related او اي حاجة من دي, وفضلت تتعالج على ان هو خراج بمضادات حيوية وبانتيسبتك mouth washes لفترة. بعد كده طلعت العيانه لما جت لنا ان هي ماينور سالفري جلاند تيومر, وفي الحقيقه سادلي منشند انه الماينور سالفري جلاند تيومر وخصوصا في الاطفال بتبقى عاده مالجننت وبيبقى ريسكشن اجريسيف للاطفال, الريكونستراكشن نفسه بيبقى صعب. يعني بتبقى القصه صعبه بالنسبه للطفل وبالنسبه للدكتور حتى انه يعوض الانسجه دي في السن ده, وبيبقى تروماتيك جدا وبيأثر على النمو. فيا ريت لو عندي اي سوالنج, السوالنج ده ما فيهوش اعراض التهاب وطول اكتر من اسبوعين لثلاث اسابيع, فور شور السوالينج ده اتس نوت ان انفكشن. لان عاده الانفكشن حتى لو انت ما عملتش حاجه بيحصلها كومبليت ريزوليوشن او بارشل حتى ريزوليوشن في فتره قصيره, اسبوعين ثلاث اسابيع. يبقى ما فيش انفكشن هتقعد لي ثلاث شهور واربع شهور وست شهور, هي اكيد سام سورت اوف تيومر راذر ذان انفكشن. Another case عيان كان عنده قرحة في جنب اللسان, ودي very common بتيجي ulcer موجودة في side of the tongue. العيان ده فضل يروح لجي بي دنتست, يبدأ يبرود له من السنان, يبدأ يعمله full coverage على related teeth علشان تبقى smooth, يبدأ مثلا يعمله irrigation, يعمله topical medication زي سوركوسيريل والانتي فانجل drugs and something like this. العيان ما بيتحسنش خالص, فضل في القصة دي حوالي 6 شهور بيتعالج بالتوبيكال ميديكيشن وراونديشن اوف ذا ريليتد تيث اند انتيسبتيك ماوث ووشز. في الحقيقه العيان ده كان سكويمس سيل كارسينوما تي ستيج 3, وده كان البروجنوز بتاعه قليل جدا حوالي 25% نتيجه للديليد دايجنوزز. يبقى انا لو عندي السر في السايد اوف ذا تونج لازم على طول, لو حتى قررت ان انا اخد اي لوكال ميجر زي انتيسبتيك ماوث ووش راونديشن اوف ذا ريليتد تيث توبيكال ميديكيشن, اقصى مده ممكن احاولها مع العيان باللوكال ميجرز دي هي 14 يوم. اكتر من كده الليجن مش بتستجيب للعلاج, لازم اتابع العيان وافهمه. لو ما فيش نتيجه في العلاج اكتر من 14 يوم على طول الليجن دي شود بي بايوبسد علشان اتاكد اكسكلود ان هي مالجنسي. لو مالجنسي طبعا هكون انقذت حياه العيان لدرجه كبيره جدا. Again another lesion في side of the tongue العيان, و unfortunately الليجن هنا لو خدنا بالنا هي أكتر ريدش, هي مش white lesion زي اللي قبل كده, هي ريدش lesion. وإحنا كجراحين لما بنشوفها ريدش بنعرف إن هي more aggressive, poorly differentiated with a very poor outcome. يبقى العيان ده جه بريد ليجن في السايد اوف ذا تانج, بيرنينج سنسيشن, ديسكمفورت كل ما ياكل بتحرقه, مضايقاه شويه, حركه اللسان متاثره. فضل برضو يتعالج بتوبيكال ميديكيشن او ان انا ابرد من السنان لو السنان هي اللي معوراه, انتيسبتيك ماوث ووش ومراهم. طبعا الحاله تطورت جدا والعيان دخل في تي 3 انستيد اوف تي 1 اور تي 2, وهنا بدات تبقى اجريسيف ليجن وذ فيري بور اوت كم. فخصوصا لما الاقيها ريد ليجن ممكن اكون خايف اكتر مما تكون white lesion and should be biopsied immediately and referred to the specialist.
اوكي انذر كيس وذا بيدياتريك، برضو الطفل ده هو عنده 14 سنه وبرضو كان بيتعالج عند دكاتره الاطفال بسوالينج بين لس سوالينج في التونج بقاله 4 شهور وبيزيد، بيضايقه في البلع وبيضايقه في الكلام نتيجه لحجم السوالينج، فضل يتعالج برضو كانه انفكشن وانا مش عارفه ازاي مفيش اي انفكشن بتقعد هذه المده ايا كان السبب اوف انفكشن، واتاخر في التشخيص بتاعه طلع بعد كده العيان نيورو فايبروما. برضو دي حالة very common بتيجي كتير لدكاترة الأسنان الجي بي دنتست أو لدكاترة أسنان الأطفال. العيان هنا كان عنده حوالي 11 سنة وكان chief complaint delayed eruption، يعني في تأخر في ظهور الأسنان لكن ما فيش أي ألم ولا أي حاجة. عادة بيتوجه لطبيب أسنان أطفال أو الجي بي دنتست عشان يشوف ليه في تأخير في ظهور الأسنان. هنا على طول بعمل panoramic radiograph ما بتأخرش علشان أشوف كل الإيرابشن كونديشن بتاعة السنان كلها، ما ينفعش أعمل periapical لازم أطمن على كل الأسنان. لما عملوا الأشعة دي كان التشخيص بتاعهم إن هو كيس دهني، طبعا هو مش كيس دهني نتيجه لشكل تاكل الاسنان حواليه، قد ايه اجريسيف العظم متاكل اول اراوند، قد ايه هو مالتي لوكلر يعني كذا اوت لاين بنسميه مالتي لوكلر ابييرنس في الاكس راي. ديفينتلي ما هواش كيس دهني وممكن اعالجه بفتحه بسيطه او ان انا اشد السنان او سمثينج لايك ذس. العيان ده ات ووز ا تيومر، ات ووز ان اودونتوجينيك ميكزوما ويتش از فيري اجريسيف ليجن ريسكتد وذ سيفتي مارجن 2 سنتيمتر انتيرير اند بوستيرير تو ذا ليجن، فبيسيب ديفكت كبير جدا وعنيف، وده طفل صغير فبيبقى التعويض الاسنان العظم بالنسبه له والاسنان شيء صعب، وكل ما الليجن اتاخرت في التعامل معاها فرص نجاح الريسكشن بتقل وفرص تعويض العظم وتعويض الاسنان بتكون اصعب كتير خصوصا في الاطفال. اعتقد عند النقطة دي بدأنا نقتنع انه what happened if we are delayed، اللي هيحصل ان انا هطول الطريق بتاع العلاج على الدكتور وعلى المريض وعلى الهيرث كير سيستم كله، ان هيبقى عندي ضغط اكتر على اماكن علاج السرطان الرأس والرقبة، هيبقى عندي نتائج اقل، هيبقى مدة العلاج اطول وبكوست اكبر وبأوتكم اسوأ and survival rate poor عن الايرلي ديتكشن كتير. فبالتالي وصلنا للنقطة دي، احنا بقينا مقتنعين ان الايرلي دايجنوزز معناه تي 1 معناه ان 0. يعني ايه ان 0؟ يعني النك لينف نود ما هياش انفولفد، وهنا العيان ده هيتعالج بوقت اقل وبكوست اقل وبافورت اقل وبيتر سيرفايفل ريت، هيعيش مدة اطول اند بيتر كواليتي اوف لايف. بينما الليت دايجنوزز معناها تي 2 تي 3 ان 1 يعني في انفولفمنت للنك نيمف نود which means more time more cost and effort less survival rate and poor quality of life. في الحقيقه الكامبين اللي احنا عاملينها دي هي عاملينها علشان ما نوصلش للحالات اللي هنشوفها دلوقتي، ما نوصلش للحالات الانتريتبل كيسز اوف هيد نيك كانسر زي الحالات اللي هعرضهم عليكم دلوقتي. اعتقد حاله زي دي هي مش محتاجه اي متخصص علشان يعرف ان هي اورام، والحالات اللي زي دي ما هياش التارجت بتاع الكامبين بتاعتنا، ده عيانين خلاص هم عدوا الستيج دي وستيج خلاص هو موجود هو مش محتاج دكتور يشخصه. اتس ا فيري هيوج ماس اوف اميلوبلاستوما في اللور جو actually untreated، والعيان قرر ان هو يكمل بوضعه ده وان هو بدل ما يعني يتعرض لجراحات كتيره خليه let him die in peace. So we did this campaign to avoid seeing such cases again. Another case of poorly treated and poorly followed up squamous cell basal squamous carcinoma موجودة في التشيك، كان عندها basal squamous carcinoma موجودة في التشيك واتشالت وحصل لها recurrence، بس ما recurrence ده was not detected، فبدأت خلصت السكين وخلصت الماسل ودخلت على البون وعلى الأورال كافيتي، عملت fixation في التشو، عملت ankylosis and limitation of mouth opening and the case is unoperable by this time. حالة تانية برضو من حالات الأورام، العيان ده كان بقاله 15 سنة عنده سوالينج في الباروتيد وكان ما بيتعالجش منه، ممكن يكون نيجليجنس، ممكن يكون lack of financial resources، ممكن يكون away من الميديكال سيرفيس، لكن في الآخر العيان جه بعد ما التيومر حصل له ترانسفورميشن from pleomorphic adenoma to adenocystic carcinoma which is a very painful lesion involving the facial nerve where the patient reached the medical care in advanced stage.
الحالات اللي زي دي اللي بتبقى lately diagnosed في الحقيقة many times بتبقى unoperable، وحتى لو اشتغلنا الحالات اللي زي دي بيبقى quality of life بعد surgery is very poor quality of life، خصوصا in the area of surgery we are operating on the face. The face means the identity of the patient. Unlike the other cancers such as breast cancer and prostate cancer and kidney cancer and colon cancer، ال wound بتاع العيان بيبقى hidden، ممكن يقابل المجتمع مفيش مشكلة، محدش يعرف ان هو عنده سرطان او انه عمل عملية. الفيلد بتاعنا بنتعامل مع الفيس اوف ذا بيشنت، وبالتالي احنا عندنا جريت فورم اوف ديسابيليتي، هو عيانين كتير قوي بعد الجراحة خصوصا الادفانسد ستيج بيبقى عندهم سام سورت ديفورميتي عنيفة جدا، هو مش بيقدر يواجه المجتمع ولا حتى عيلته، وبالتالي ديسابيليتي اند كواليتي اوف لايف بتبقى كبيرة جدا، زائد ان بيبقى فيه اسوسييتد بين اند فيري هاي مورتاليتي ريت. خلاص اقتنعنا ان العيانين اللي مس دايجنوزد باي ذا دنتست لازم هنقللهم عن طريق زياده الاورنس وزياده الكير اوف هيد اند نيك كانسر كيسز. في الحقيقه المس دايجنوزز باي ذا جي بي دنتست عاده بيبقى ليه احد اربع اسباب، واهم سبب هو رقم 1 و4. السبب الاولاني هو الان ادكوت اورال اكزامينشن. يعني ايه ان ادكوت اورال اكزامينشن؟ يعني لما بيجي لي البيشنت كومبلينينج اوف ذا اكسبوزد ابر 6 فور اكزامبل، ام اكزامينينج اونلي ذا ابر 6، اي كودنت سي ذا اذر بارتس اوف ذا اورال كافيتي ايذر هارد اور سوفت تيشوز. انت بتبص بس على التشيف كومبلين بتاع العيان، فانت اصلا ما فحصتش بقيه الاجزاء، وده غلط كبير جدا. المفروض اي مريض بيدخل عياده طب الاسنان ايا كان الكومبلين بتاعه، حتى لو كان عايز يعمل بليتشنج اور سكيلينج اور هوليود سمايل، لازم اعمل كومبليت اكزامينشن اوف ذا اورال تيشوز انكلودينج التانك فلور اوف ذا ماوث التشيكس الليبس الاوروفارينكس ريترومولر اريا البارا اورال ستراكشرز ايفن بالبيشن اوف ذا هيد اند نيك ليمف نودز. ده هو جزء اساسي من المانجمنت لاي دنتال بيشنت ايتش تايم هو بيجي فيه. وعلشان اعمل ده لازم يكون عندي adequate dryness adequate illumination، وابدا افحص كل الاماكن دي. في الحقيقه ده مش هياخد وقت كتير من الدنتال فيزيت، مش اكتر من 3 ل5 دقائق بس، كان سيف بيشنت لايف. تاني سبب هو الانوسنت ليجنز. ساعات الليجنز الهيد نيك كانسر بيجي مجرد تشينج في الكالر اور تكتشر اوف ذا اورال ميكوزا، وده بيبقى صعب شويه ان احنا نلاحظه، خصوصا لو احنا مش اكسبرت في حالات الهيد نيك كانسر. تالت حاجه هي اللو اندكس اوف سسبشن. يعني ايه لو اندكس اوف سسبشن؟ يعني الكلينيشن او اللي بيفحص العيان مش في باله اصلا امكانيه وجود كانسر في الاورال كافيتي، هو ما شافهوش وهو مش في الديفرنشال دايجنوز بتاعه، هو مش حتى على باله. رابع حاجه هي اللاك اوف اكسبيرينس. انا ممكن اشوف الليجن بس انا ما اعرفش ان دي ليجن، ما اعرفش ان ده من اشكال الهيد نيك كانسر. طيب عايزين نتفق انه الاورال كانسر سمتم او شكل الاورال كانسر ايه، هو بيجي في 3 اشكال اساسيه. ده ما يمنعش ان وجود اشكال اخرى للهيد نيك كانسر هنتكلم عنها، بس هو اساسي هيجي على شكل سوالينج زي ما احنا شايفين في الصوره الاولانيه، هيجي على شكل سوالينج، ممكن يكون soft tissue swelling، ممكن يكون bony swelling على حسب الليجن. بيبقى lump أو mass بتبقى تاخد duration حوالي شهور، مش زي الانفكشن بتبقى for weeks. السوالينج ده ما بيكونش فيه redness ولا hotness ولا pus ولا discharge ولا pain unlike الانفكشن. تاني فورم ممكن يجي عليه هي الألسر، عادة بتبقى لونها red or reddish white، بتبقى indurated يعني ناشفة، لو مسكتها بإيدي هتبقى ناشفة، بتبقى ليها رجاد مارجنز او الحروف بتاعتها بتبقى مشرشره. ممكن الفورم الاخراني اللي يجي فيها هي الوايت باتشز، ممكن تيجي وايت بس، ممكن تيجي وايت اند ريد، ممكن تيجي ريد باتش عن طريق تغيير بس في لون الميكوزا. طيب هل دي الاعراض الوحيده للاورال كانسر؟ لا ده مش حقيقي، هو ساعات بياخد اعراض تانية خصوصا في الايرلي ستيج اللي احنا عايزين نديتكت فيه الكانسر، من ضمنها بليدنج سورس قرح بتجيب دم، من ضمنها هارد سبوت جزء بس ناشف او متغير الكونسستنسي بتاعه، ممكن يجي عن بالذات في الاوروفارينكس هيجي العيان يقول لك بحس ان في حاجه في زوري بقالي كام شهر ببلع، حاسس ان في حاجه في زوري، بس ده اكتر مع التونسيلر تيومرز والاوروفارينجال تيومرز، ودي برده ممكن
دكتور الأسنان يكون أول حد يشوفها. difficulty in chewing, unexplained ear pain بالذات في الفرنجال كارسينوما برضو بيجي تسميع وجع في ودانه مش عارف يبلع كويس أو حاسس بحاجة غريبة في زوره. هنا ده ممكن direct هام على طول دكاترة الأنف وأذن يعمله endoscopy وياخد عينة لو شك في حاجة. difficulty in moving the jaw or the tongue إن هو كل ما بيحرك لسانه في discomfort خصوصا لو هي deeply seated cancer زي الساركومز اللي بتيجي في muscles of the tongue بيحرك لسانه بصعوبة أو بتقل. ممكن تيجي hoarseness of voice تغيير في الصوت بتاعه بقاله فترة وعنده risk factors of malignancy زي heavy smoking عند alcoholism هدايركت هام على طول ان هو يعمل endoscopy ويشوف الحبال الصوتية لو في squamous cell carcinoma of the larynx. ممكن يجي عن شكل loss of sensation or numbness سواء في اللبس او في التشيك يقول لك في تنميل في شفتي بدون سبب فجأة لقيت الجزء ده منمل. ممكن يجي على شكل changing the way of the teeth fit to get to each other تغيير عضة العيان بقى انا عضتي كانت كويسه بقالي كام شهر السنان دي كانت كده الحته دي منفوخه شويه سناني مش بتعض على بعضها مظبوط هبدا اعمل سيرفي بانوراما لو لقيت اي ابنورماليتي هبدا اعمل ريفيرال. So there is a lot of conditions that need careful consideration زي ايه؟ زي قرحة او ألسر او فشر ما فيش سبب واضح ليها ومش بتخف مع topical medication او مع اي intervention انت عملتها. Swelling معهوش اعراض of infection هبدأ اقلق على طول. Rapid او unexplained loosening of the tooth or group of teeth with irregular bone destruction يجي العيان يقولك انا فجأة لقيت السنة دي بقت سايبة يا دكتور هي كانت كويسة ما فيهاش حاجة لقيتها بتتحرك ابدا اعمل اكس راي الاقي البون متاكل جامد قوي حواليها سنه بعينها او سنتين زي ما شفنا في الحاله اللي في الاول. هنا هبدا افكر في تيومر راذر ذان بيريدونتال ديزيز. So as a rule علشان to wrap up المعلومات اللي فاتت على قد ما نقدر انه رقم واحد لازم اعمل screening examination of all patients going to the dental clinic including examination of the hard and soft tissue كل الاورال ميكوزا لازم اعملها examination upper lip lower lip tongue floor of the mouth retromolar area cheeks lips nasopharynx الاوروفارينكس كل ده ابدا ابص عليه كويس قوي عن طريق الريتراكشن والادكوت لايت اند ادكوت دراينس. لو في اي اريا سسبيشس هبدا اعمل لها ريفيرال. تاني حاجه اي سور او ديسكالرد اريا او السر او فيشر ذات ديز نوت ريسبوند تو يور تريتمنت اند ديدنت هيل وذين 14 دايز شود بي بايوبسيد از رول. اخر حاجه هي ان الريليتد لمف نود شود بي اسسد وده فحص سهل جدا ان انا ابالبيت اتليست السبمنتال والسبمانديبلر لمف نود وهنشوف يوتيوبس في محاضرات تانيه من سلسله المحاضرات هاو تو اكزامين ذا لمف نود. اوكي من المعلومات البسيطه اللي خدناها من السلايدز اللي قبل كده انا بدات زي مثلا شفت كيس والكيس دي ام سسبيشس اباوت سيرتن ليجن وفي حاجه مقلقاني في فعلا جزء ديسكالرد وانا مش عارف اذا كان ده ديسكالريشن بناين اور مالجننت. هنا المفروض اعمله ايه لو انا جي بي دانتست او اذر سبيشاليتي زي بيدودونتست اورثودونتست بروتودونتست واتس ايفر هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل انفورم ذا بيشنت يعني هبلغه ان في جزء من الاورال ميكوزا فيها تشينج او في البون او واتس ايفر والتشينج ده هوت ما هوش لوكينج لوجيك وما هوش شود بي انفستيجيتد وهبدا اعمل له ريفيرال لكانسر سنتر او ماكسيلوفيشال سيرجري ديبارتمنت في اي في نير باي هوسبيتال او نير باي فاكولتي اوف دنتستري. طب لو انا جونيور سيرجن او انا يعني بشتغل جراحات انا عندي باك جراوند اناف ممكن اخد بايوبسي العيان او ممكن اخد بايوبسي العيان ما عدا في الحالات اللي هنتكلم عليها دلوقتي. الكونترا انديكيشن اوف بايوبسي ودي بس هقولها للجي بيز او الجونيور سيرجنز اللي هم عندهم سكيلز وبيعرفوا ياخدوا بايوبسي لكن لو طبعا حد مش تريند على البروسيدور دي يا ريت ما يعملهاش لان هنا ممكن ياذي العيان ممكن يشيل ليجن مالجننت ويضيع البرايمري اوت لاين بتاع الليجن فيستحسن ان هو ما يكونش اللي يعمل ده غير ذا اكسبرت وان. بس من باب التذكرة عندنا هل في كونترا انديكيشن للبايوبسي؟ أي نعم في. رقم واحد هي المالجننت ميلانوما زي ما احنا شايفين في الصورة الأولانية لأن أي بايوبسي ليها بيعمل سبريد للليجن أند دايجنوزد كلينيكالي وراديوجرافيكالي وبعد كده بيتعمل لها اجريسيف ريسكشن والسايت أوف إلكشن بتاعها بيبقى الجنجيفا راذر ذان ذا تونج. تاني حاجة هي الفاسكولار ليجنز أو الأي في مال فورميشن أو التيومرز اللي هي سسبيشس أباوت سيفير بليدنج اللي هي جراح أو أحماة الدموية
او الاورام الدمويه، لان اي نوع من انواع البيوبسي هيعمل ماسيف هيموريج والعيان ممكن يداد اون ذا دنتال تشور. دي بنعرفها ازاي؟ ان بيبقى فيها بالسيشن، بيبقى لونها بيربل اور بلو ان كولر، العيان بيكومبلين اوف بليدنج فريكوينت اتاكس اوف بليدنج، ودي من الاعراض اللي كلنا حافظينها على الفاسكولار ليجن. ان اكسسبل ارياز زي الانفرا تمبرال فوسه او السليفري جلاند او الليمف نودز، وهنا في الحقيقه ليها تكنيك بديل بنسميه الترا ساوند جايدد ترو كات بايوبسي، وده بيعمله دكاتره الاشعه التداخليه وبيشخصوه كويس جدا. اخر حاجه هي السيفير سيستميك موربيديتي عند العيان تخليه ما هوش سيرجيكال كانديديت ابدا. طيب خلينا نشوف شوية examples of squamous cell carcinoma of the oral cavity. دي حالة of squamous cell carcinoma poorly differentiated في التشيك، زي ما احنا شايفين elevated mass، السيرفس بتاعها white colored و discolored و indurated، وفي stiffening في الموفمنت، موجودة مالية كل التشيك او البكل space. This is another case of head and neck cancer, actinic colitis with a moderate dysplasia at the lower lip. ده تعتبر one of the pre-malignant lesions موجودة في اللور ليب. العيان أكيد حاول معاها بtopical medications، راح لدنتست بدأ يعالجها مثلا على إن هي herpes or some sort like this وtopical medication، لغاية ما not responding وبدأت to face maxillofacial surgeon. Another case of squamous cell carcinoma, white lesion on the alveolus. زي ما احنا شايفين ال white patches دي مع شوية ال mucosal swelling and elevation، كان برضو بيتعالج على ان هو fungal infection ب topical medication و antiseptic mouthwashes و analgesics which is poorly managed، لغاية ما تشخص على انه هو stage 3 squamous cell carcinoma of the alveolus. It's another case of a squamous cell carcinoma of the side of the tongue. زي ما احنا شايفين redness حواليها، indurated base، السورفس بتاعها بيبقى covered white tissue، بتبقى elevated and indurated involving كل side of the tongue، وبرضو misdiagnosed المدة طويلة لغاية ما بدأت تبقى T4 lesion involving half of the muscle mass of the tongue with the lymph node metastasis. Another lesion of squamous cell carcinoma of the tide of the tongue. وده من الحاجات اللي قلناها قبل كده، ان الليجن هنا innocent شوية، هو مفيش elevation، مفيش true swelling، في شوية change في الكالر والتكتشر بتاع الاورال ميكوز of the side of the tongue. فانت لو ما عملتش adequate examination and exposure للside of the tongue، proper lightening، proper dryness، ممكن ما تاخدش بالك قوي من الليجن، خصوصا ان في الearly stage it is totally painless lesion. بعد كده ممكن تبدأ to get discomfort في movement of the tongue، ممكن يبدأ فيه limitation، ممكن يبقى فيه burning sensation، بس في advanced stage. لكن في early stage هو شوية elevation and change of the color and texture of the oral mucosa. This is another case of squamous cell carcinoma of the tongue, indurated base. شايفين قد ايه التيشوز scrambled and rough surfaced and indurated. هي بسيطه، انت لو مره واحده عملت palpation لسكوين سيل كارسينوما اوف ذا تونج وقد ايه هي hard and fixed للunderlying muscle، هتعرف على طول ان الليجن دي بعد كده لما تشوفها هتبدا تعمل لها proper detection. بس هي في الايرلي ستيج زي ما اتفقنا بتبقى مجرد تشينج في التكستشر والكلر، later on بتبدا تعمل fixation للتشو، العين بيبقى مش قادر يحرك لسانه، بس هنا بيبقى حصل deep invasion and it is in advanced stage. Another lesion is squamous cell carcinoma of the alveolus. العيان دي edentulous area، ممكن يكون مركب عليها denture أو لأ. بيبدأ يبقى فيه بس تغيير في التكتشر والكالر بتاع الميكوزا covering the alveolar ridge. طبعا أكتر بتبقى misdiagnosed if it is covered by partial denture or complete denture. عادة العيان مش بيبص تحت الدنشر، ممكن يروح لدكتور سنان ما ياخدش باله إن هو examine the mucosa underneath the denture ويبص على التكتشر والconsistency والبهي بتاعها. وهنا دي زي ما بقول لكم دي من الانيسنت، هي مش واضحه جدا، هي محتاجه حد يعمل proper examination and dryness with good elimination عشان ياخد باله من التغيير اللي في التكتشر وفي الكالر اوف ذا ميكوزا overlying ذا alveolar bone. Another case، ودي كانت من الحالات اللي فعلا يعني كانت highly depressive for any surgeon to face such cases.
ان عيان يبقى مس دايجنوزد بالطريقه دي في السن ده باجريسيف ليجن زي دي، طبعا ده شيء مش يعني سيء جدا. العيان ده 18 years old، كان كومبلين بتاعه سويلنج في الابر رايت سايد، بدا يتعالج عند جي بي دانتست على ان هو اكسبوز توث او نيد فور روت كانال تريتمنت. بدا الدكتور يعمل روت كانال تريتمنت اوف ذا 6 واكستراكشن وريتريتمنت و7 واكستراكشن وريتريتمنت و8 اند سو اون. بدا العيان يتعطل في الوقت، اخذنا في الكلام ده شهرين لثلاث شهور بيعمل روت كانال تريتمنت اوف ذا ريليتد تيث نتيجة للتشخيص الخاطئ by the GP dentist. زي ما احنا شايفين الصورة على الناحية الشمال، العيان قبل التريتمنت by the GP dentist ان هو كان عنده pain and swelling، هو misdiagnosed by the GP dentist as if it is a dental abscess نتيجة لانه عمل بانوراما وشاف في ريدلوسنسي حوالين روت ال 6 وال 7، فهو شخصه على ان هو خراج على الاسنان، بدأ يديله مضاد حيوي، بدأ يعمل روت كانال تريتمنت في ال 6 ويفيل، بدأ يخلعه بعد كده في ال 7 ويفيل. كل ده اخد وقت، العيان اتنقل من الصورة اللي على الشمال للصورة اللي على اليمين خلال شهرين على بال ما جالنا. طبعا احنا اول ما شفنا عرفنا ان ده سام سورت اوف مالجنسي اند ات از نوت اني تايب اوف انفكشن. عملنا العيان مقطعيه، شفنا قد ايه البون ديستراكتد، هاف اوف ذا ماكسيلا ريتشينج ذا اوربت اند ذا نويزل بون كلهم ريزوربد، يعني تقريبا نص وش العيان ريزوربد في خلال الشهرين دول. اخذنا منه بايوبسي اند انفورشنتلي ذا فاينل دايجنوزز واز راوند سيل ساركوما تي 3 ان 1 وذ nearly zero prognosis. By the end I want to tell you something. لما عيان بيجي عيادة طب الأسنان نتيجة جاي سواء لي جي بي دنتست أو لأذر any other speciality ممكن يحصل mishaps or some sort of complication or poor treatment، وده مقبول في الحقيقة، المجال بتاعنا صعب ومش سهل. ممكن يحصل أخطاء زي إيه؟ ممكن يحصل تعمل حشوة مش حلوة أجلي كومبوزيت، ممكن تعمل أمولجم نات فيتنج ويقع على طول، ممكن تعمل بور فيتنج دينشر أو تركيبة مش كويسة من لونها أو الفيتنج بتاعها أو إن التركيبة تقع، ممكن تعمل روت كانال تريتمنت أند إت إندد أب وذ فيلير. كل ده مسموح بيه ومش قضية كبيرة. العيان في الآخر هو العيان عايش، أقصى حاجة هيحصل العيان هيخسر السنة دي ويقدر يعوضها حاجة تانية. لكن في الحقيقة لما بيحصل مس دايجنوزس اوف هيد اند نيك كانسر او مس دايجنوزس اوف اورال كانسر اند مس مانجمنت، وي اندد اب باي ديد بيشنت. دي غلطة ملهاش تصليح وملهاش تعويض unlike the other mistakes of our field. So to wrap it up, we have this message you have to take it home. Number one, examine your patient every time the patient sat on your dental chair. Number two, take a history of the patient and exclude causes of or factors or risk factors of malignancy, including tobacco, smoking, including positive family history of malignancy, including other GI cancers. Number three, inform the patient about the risk factors of oral cancers and different presentations of oral cancer if he has these factors. Number four, follow up to make sure definitive diagnosis obtained. يعني أنا شخصت عيان بقول إن هو aphthous أو herpes أو traumatic ulcer أو fibroma أو whatsoever. اديت له medication سواء كانت topical أو systemic أو عملت أي حاجة. I have to follow the outcome of my treatment. If it is not improving, I have to refer to the other specialty to exclude the malignancy. وآخر حاجة have a biopsy from any non-responding lesion maximum 14 days. في الحقيقة لو في حياتك العملية كلها شخصت بدري عيان هيدا نيك كانسر واحد بس ممكن يكون سبب لدخولك الجنة. قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والعكس صحيح، لو أنا شخصت حالة متأخر أو أنا ضيعت وقت على عيان زي عيان الراوند سيل ساركوما اللي احنا شفناه في الآخر، في الحقيقة هو أكيد ذنب العيان ده في رقبتي إن أنا أخرته وأجلته وقعدت أضيع وقته ومجهوده والبريشس تايم أوف تريتمنت بتاعه في علاجات خاطئة وتشخيص خاطئ، أكيد ذنبه هيكون في رقبتي.
طبعا من احد الامنيات اللي بتمناها ان يكون في وعي on the national level and the governmental level of oral cancer. وزي ما في يوم للبريست كانسر يكون في يوم للأورال كانسر أويرنس. في الحقيقة في أمريكا عندهم first of April هو اليوم of the day of oral cancer awareness day, وعاملين له campaign وعاملين له حملات وعاملين له awareness program just like the breast cancer here in my country. شكرا جزيلا لاستماعكم للمحاضرة, وأتمنى تكونوا استفدتوا منها. إن شاء الله يكون في كويشنير أو مونكي سيرفي بنحله قبل سماع المحاضرة وبنحله بعد سماع المحاضرة, علشان إحنا وإنتوا نشوف هل إحنا استفدنا من الأونلاين تيتشنج ده ولا لأ. وبإذن الله تعالى يكون في تعاون مثمر ما بيننا. لو في أي حد من الجي بي دنتس شخص حالة أو شاكك في حالة ممكن يبعتها لنا. وي ار موست ويلكمينج الديبارتمنت فور ماكسيلوفيشال سيرجري فاكولتي اوف دنتس عين شمس يونيفرسيتي, في الحقيقه العينين القادرين وغير القادرين. واحنا عندنا صندوق للذكاء, وبنقدر الحمد لله ان احنا نساعد العيانين حتى الغير قادرين ماديا, خاصه عيانين الاورام. واحنا ويلكمينج يور ريفيرلز فروم اني بارت اوف اور كونتري اند فروم اني جي بي دنتست اند كوليجز اوف اس. ده قسم جراحة الوجه والفكين كل طب أسنان جامعة عين شمس, and I'm proud of to be a member of them, and I believe that together we can do, and everyone of the team can achieve better with the team. Thank you so much.